بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، نلتقي مرة أخرى في قصة جديدة من قصص التطبيقات. معنا سند أو مصدر، وهو في الحقيقة تكملة وتتمة للنص السابق، وهو من كتاب اللغة العربية. بإمكانكم أن تعودوا إلى الكتاب، وأكتب الكتاب في الصفحة 52 بعد 200. إذا سأقرأ على مسألتكم السند، تابعوا معي. والتربية الجسمية مكملة لنشاطات الإنسان الأخرى، العقلية والفكرية والسياسية والخلقية، وكلها مؤثرة في بعضها ومتأثرة بها. ولذلك اتسع ميدان التربية الرياضية وحاجة المجتمعات إليها في قطاعاتها المختلفة. ولعل من أهم أهداف التربية الرياضية ما هي؟ تنمية اللياقة البدنية والنمو الجسمي السليم للشباب بما يكسبهم درجة عالية من التحمل. تدعيم السلوك الأخلاقي للشباب من خلال الرياضة التي تعمل على درس المبادئ الحسنة والقيم الرفيعة. عندنا كذلك من أهداف التربية البدنية أو الرياضية استثمار أوقات الفراغ فيما يوظف طاقات الشباب. السؤال الأول، هات فكرة عامة لهذا السند أو هذا النص، ما علاقة التربية الجسمية بنشاطات الإنسان الأخرى؟ إلى أي نوع ينتمي النص؟ ما نوع الصورة البيانية في عبارة تعمل على درس المبادئ الحسنة؟ أعرف ما تحته قط. ما نوع الأسلوب في عبارة النص؟ هات أمثلة عن كتابة الهمزة في كلمتين مؤثرة ومتأثرة، ثم استخرج اسم إشارة واسم موصول. نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول. النص يتحدث عن الرياضة وعن أهمية الرياضة. إذا الفكرة واضحة، يمكن أن نسجلها مباشرة. من واحد، الفكرة العامة أهمية التربية الرياضية، أهمية وفوائد التربية الرياضية. السؤال الوالي، ما علاقة التربية الجسمية بنشاطات الإنسان الأخرى؟ السؤال الثالث،
الحديث ان ذاته لا تغرس، الانسان لا يغرس المبادئ، لا يغرس الاخلاق، وانما يغرس النبات. فهناك مجاز على قدر التشبيه او المشابهه، بمعنى هناك تشبيه او مشابهه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لم يكن عندنا عباره فيها تعبير مجازي، العلاقه بين المعنى الحقيقي والمعنى الباطن، علاقه المشابهه، فالصوره البيانيه هي Yeah.
شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.